بوليدي ضمن الجولة السادسة للرابطة المحترفة الثانية موبيليس التي جمعت بين اتحاد البوليدة وأمل الأربعاء. خطفت أنظار الجماهير منذ أول لقطة بعد إعلان صافرة الحكم الرئيسي بن برهم عن انطلاق المقابلة. إذ لم يفوت الاتحاد البوليدي فرصة الاقتراع من الحارس شويح في الدقيقة الثانية وسجل أول هدف في اللقاء عن طريق مهاجم الاتحاد زرقين. الماكينة الهجومية لأمل الأربعاء لم تتوقف رغم الهدف المبكر للاتحاد، فكانت رأسية خطير في الدقيقة الثامنة حافزا لرفقاء أشيو من أجل تغيير النتيجة. لكن ضربة الجزاء التي أتت في الدقيقة العشرين أخلطت الأوراق وصعبت من مهمة أمل الأربعاء بعد أن حولها زرقين إلى هدف ثاني. هجمات أمل الأربعاء توصلت طيلة الشوط الأول لكن دون نتيجة تذكر. عزيمة أمل الأربعاء بغية تغيير النتيجة بدأت منذ الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، وأراد توقيع هذه اللحظة البديل رحمون الذي كاد أن يباغت حارس الاتحاد. رحمون في الدقيقة 86 يقلص الفارق لصالح أمل الأربعاء بعد توقف دفاع اتحاد البوليدة الذي نصب شراك التسلل وظن أن هجمة أمل الأربعاء سيوقفها حكم المباراة. لينتهي اللقاء بفوز اتحاد البوليدة بهدفين لهدف واحد لأمل الأربعاء، والعودة بثلاثة نقاط ستدفع الاتحاد